حسين الشحات احد ابرز نجوم النادي الاهلي على مدار البطوله، واكيد كان كلام مهم جدا من خلاله ورسائل عديده سواء بالنسبه للفرقه بالنسبه لمستر مرسيماني وايضا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. لسه لقاءاتنا مستمره، لسه في كواليس ولقاءات غايه في الاهميه في ظل هذه الفرحه العارمه لكل جماهير النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي سواء مجلس اداره او لاعبين. علشان كده خليني اسيب حضراتكم مع الكابتن اسامه حسني سريعا مع احدى اللقاءات المهمه مع احد نجوم النادي الاهلي. نروح للكابتن اسامه، يلا. شكرا لزميلي أمير هشام، وما زالت الفرحة مستمرة في النادي الأهلي، احتفالية كبيرة، احتفالية للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، وكلمات مهمة من الأسطورة كابتن محمود الخطيب دلوقتي في الاجتماع مع لاعبي النادي الأهلي في الاحتفالية. أبرز ما جاء في كلمات الكابتن محمود الخطيب للاعبي النادي الأهلي، قال لهم البطل عنده حدود في الفرحة، من بكرة الفرحة هتنتهي عشان عندنا تحديات جديدة، كأس مصر، عندنا السوبر الأفريقي، عندنا تحدي كبير في كأس العالم للأندية. معايا النهارده اثنين من نجوم النادي الاهلي، اثنين من ابطال الفريق، اثنين من اللي ظهروا بشكل مميز خلال مشوار البطوله باكمله، وكمان في المباراه النهائيه امام نادي الزمالك كان لهم دور كبير. قلبي الدفاع كابتن ياسر ابراهيم، برحب بيك على قناه الاهلي. حبيبي يا كابتن اسامه، برحب بيك. طبعا ببارك للجمهور وببارك لمجلس الاداره وللعيبه كلها والجهاز الطبي والفني. الحمد لله قدرنا نتفوق بالبطوله، ربنا ما حبش ضاع تعبنا خالص، تعبنا من اول البطوله وكان عندنا روح من السنه اللي فاتت ان احنا متواعدين وموعدين الجمهور ان احنا نتوج بالبطوله. الحمد لله قدرنا نبقى عند الوعد، والحمد لله قدرنا نتوج به الحمد لله. واحد برضو يعني ايضا من نجوم النادي الاهلي وليه دور مهم، العب باك ليفت، يلعب مساك، يلعب اي مكان يقول عليه المدير الفني يقدر يلعب، ظهر بشكل كبير، وحتى بيقول لي لو المدير الفني قال لي لم كور هلم كور. واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن ايمن اشرف، الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن. طبعا برحب بمشاهدين قناه النادي الاهلي، ببارك طبعا لجمهور النادي الاهلي العظيم ومجلس الاداره والجهاز الطبي والجهاز الفني واللعيبه واعضاء النادي وجماهير النادي الاهلي. طبعا بطولة غالية وبطولة غايبة بقالها كتير، فالحمد لله قدرنا نحقق البطولة وببارك لهم، ومن حق الجمهور الاهلي يفرح. ان شاء الله احنا كلاعيبة زي ما كابتن محمود كده قال ان الفرحة بتاعتنا لازم تبقى محدودة، دايما البطل كده لازم نقفل على نفسنا بعد الفرحة. ان شاء الله نفرح النهاردة، من بكرة نقفل على نفسنا عشان بطولة الكاس ان شاء الله. بطولة صعبة، بطولة كان فيها تحديات كبيرة كابتن ياسر، انتوا من امبارح يعني اديتوا البطوله بشكل كبير، خاصه انا عايز اتكلم عن مباراه امبارح، كان لكم دور مهم جدا امبارح في مباراه امام نادي الزمالك. ايمن اشرف وياسر ابراهيم، وفرحه كبيره، عايزك تكلمني عن مباراه امبارح ودوركم الكبير في المباراه. لا طبعا احنا كلنا كنا متكلمين مع بعض من ساعه ما دخلنا معسكر، احنا داخلين معسكر قبل الماتش باسبوع، كنا بنتكلم كل يوم مع بعض، بنقعد دايما مع بعض نتكلم نحفز بعض، لازم يبقى روحنا واحده، وكان كله مركز يعني غصب عنه، يعني كان كله كان مركز وداخل في الماتش. فده التوفيق بيجي بقى يوم الماتش، لو انت التوفيق محالفك او لا، اللي ما كانش حتى التوفيق محالفه كان بيجري بيحاول يجري وبيتعب وبيعمل مجهود زايد، فالحمد لله قدر ربنا ما يضيعش تعبنا ده، ودايما المجهود ما بيروحش كده يعني، لا والتوفيق بيروح لسايد اللي بيجتهد اكتر وبيتعب اكتر، فالحمد لله احنا تعبنا وربنا ادانا على قد تعبنا الحمد لله. كابتن ايمن، كلام مهم من الكابتن محمود الخطيب، بيقول الجيل ده كان لازم يدخل تاريخ النادي الاهلي، الجيل ده يستحق، الجيل ده من افضل الاجيال اللي جت سلوكيا وفنيا، فالحمد لله انهم امبارح دخلوا تاريخ النادي الاهلي من اوسع بابه ببطوله غاليه على نادي الزمالك. طبعا يعني انا متذكر كلمه كابتن محمود الخطيب في كان قاعد معانا قبل المباراه الماتش النهائي، قاعد معانا وكان بيقول لنا لازم تكتبوا اسمكم من ذهب في 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 تاريخ النادي الاهلي، لان هي البطوله الافريقيه دايما هي اللي بتكتب اسم اللعيبه من ذهب في 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 النادي الاهلي. فالحمد لله قدرنا الحمد لله ان احنا نحقق البطوله، وان شاء الله يعني تفكيرنا طبعا في بطوله غاليه وهنفرح، لكن احنا تفكيرنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ان احنا نحقق بطولات، مزيد من البطولات للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان شاء الله. حسيت ان البطوله ممكن تضيع في مباراه امبارح يا كابتن ياسر، ولا كان عندك ثقه زي ما كان عندنا فيك وثقه كبيره؟ خالص والله، يعني انا ارد على ده ياسر، يعني في يعني حتى بعد ما حسين الشحات ضيع الكوره قال لي ان شاء الله ربنا يعني ماجلها لنا لغايه اخر ده في المباراه والمباراه ماتش، ماتش شغال، ف
فانا انا كان عندي امل نفسي كان، بس قلت هو ممكن يكون الوقت متاخر شويه ممكن في الوقت الاضافي، لكن ما توقعتش ان هي تبقى في يعني في نهايه الشوط الثاني يعني. بس الحمد لله يعني ربنا كان مجهودنا وتعبنا طول الموسم وحققنا البطوله يعني. يعني سيناريو المباراه او الفرحه الحمد لله بتفكرنا بنهائي افريقيا ابو تريكه في الصفاقسي في الثواني الاخيره، ودي برضو هدف قفشه نفس يعني قريب شوطه بلمسه واحده هدف رائع. طبعا طبعا هدف رائع. انا ذات لقفشه برضو واحنا في الملعب قلت له قفشه ان شاء الله خلي عندك طموح، انت لعيب كبير وانت اللي هتجيب الجون بقى يعني. انا قايلها لقفشه في الملعب والله، بعدها بخمس دقائق على طول ربنا كرم وشاط الكوره الحمد لله دخلت على طول. الحمد لله. موسيماني قال لكم ايه قبل المباراه؟ ايوه والله يا مستر موسيماني كان يعني اعتقد ان هو كان مهيئنا نفسيا كويس وبدنيا كويس وذهنيا وفنيا. اعتقد احنا عملنا شوط اولاني من اسوء اشواط لينا، لكن الشوط الثاني رجعنا تاني للمباراه وقدرنا يعني هو بين الشوطين اتكلم معانا لنا ده مش مستواكم، ده مش الاداء اللي انتم متعودين عليه، فلازم ترجعوا للاداء بتاعكم للثقه بتاعتكم تاني. ده نهائي افريقيا ومش هتقدروا تحققوا النهائي دوت لما يكون عندكم اصرار على المكسب وان يكون الاداء بتاعكم فيه ثقه. فهو الصراحه ليه دور كبير معانا ان هو يساعدنا قبل الماتش وبين الشوطين يعني. اخيرا كابتن ياسر، تحدي جديد ايضا خلال الفتره الجايه، كاس مصر، السوبر الافريقي، كاس عالم الانديه. طبعا مركزين فيهم خلاص زي ما الكابتن محمود قال، احنا بنتكلم مع بعض بعد كل بطوله خلاص يا جماعه نفرح وكل حاجه، بس خلاص نقفل الصفحه ديت ونفكر في اللي بعديها على طول. هو ده جمهور النادي الاهلي ما بيقبلش غير كده، لا قدر الله وحصل حاجه كل اللي فات ده هيتنسي. فلا احنا خلاص فرحنا والجمهور حقه يفرح وخلاص، هنقفل الصفحه دي ونفكر في اللي جاي على طول، بطولتين او الثلاثه اللي جايين ان شاء الله. اخيرا كابتن ايمن، شفت فرحه جمهور النادي الاهلي الكبيره بعد المباراه ازاي في كل شوارع مصر؟ طبعا يعني انا دايما بشكر جمهور النادي الاهلي ودايما بقول لهم بشكرهم ان هم دايما واقفين في ظهرنا وسند لينا. فانا ما كنتش متخيل الفرحه الكبيره اللي هم كانوا عاملينها امبارح، فانا فرحت جدا يعني، قلبي كان بيتنطط كده من فرحه الناس في الشارع وفي يعني حتى عندنا في البلد في المطارات الاهليه الناس فرحانه جدا ونجوم عندنا تحت البيت واكيد عند ياسر، فالناس فرحانه ومبسوطه. فيا رب دايما كده ان شاء الله نتعب ونشقى عشان نفرحهم. اثنين من المنصوره صح؟ اثنين بس هو انا من المطاريه وهو من المنصوره نفسها. هو من المدينه هو من حاجه كبيره. الف مبروك كابتن، شرفتنا. بارك فيك. الف مبروك حبيبي، الله يبارك فيك. الله يبارك.